أيها المسلمون، هل عذاب القبر حقيقة أم خيال؟ خاصة في هذه الآونة حينما ظهرت شرذمة من أهل الشبهات يشككون الناس في عقيدتهم وفي دينهم، لذلك وجب الحذر منهم والتحذير منهم. هذا السؤال، هل عذاب القبر حقيقة أم خيال؟ مثله عندنا أهل السنة والجماعة الذين يتبعون الكتاب والسنة. كأنك تقول لشخص: هل الله عز وجل حقيقة؟ هل موجود أم غير موجود؟ ورب هل عن سؤالك رغد يقول واش كتخرف عليا؟ واش كتفلسف عليا؟ هنا لابد أن ننظر إلى القرآن والسنة حينما يتحدث الناس عن أمور غيبية، والأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله، ولا يتكلم فيها إلا رسول الله بوحي من الله. لأن عذاب القبر ونعيمه من عالم البرزخ، وعالم البرزخ أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. لذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالذي يتكلم في الأمور الغيبية بغير القرآن ولا السنة النبوية فهو يتفلسف على الناس. أريد يتفلسف، هذا لا يتكلم، وإنما كيهدر، لأن فرق ما بين واحد إنسان يتكلم واحد الإنسان كيهدر فرق كبير. هناك أمور يعتمدون عليها ويقولون أن هناك آيات في القرآن الكريم تتحدث على أن أهل القبور لا يعذبون، ويقول مثلا كقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من مرقدنا يعني من نومنا، كأن أهل القبور كانوا نائمين فقاموا للبعث والنشور. أتعلمون ماذا قال المفسرون في هذه الآية؟ هذه الآيات القرآنية والتفسير ديالها ما كان رجعوش لفلان وعلان، كان رجعوا للتفسير المتواتر منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من قال هذا الكلام؟ قاله الذين وقعت عليهم نفخة إسرافيل في السور وهم أحياء فماتوا، وبعد مدة نفخ النفخة الثانية فقاموا من قبورهم. هذا هو مفهوم من بعثنا من مرقدنا. ماشي كيقولوه اللي ماتوا عليه آلاف أو ملايير سنين، كيقولوه اللي كانوا أحياء على وجه الأرض. فنفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى ثم ماتوا، وبين النفختين قال النبي صلى الله عليه وسلم 40. لما تحدث أبو هريرة بهذا الحديث وقال 40 بين النفخة والنفخة، قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت.
قالوا 40 يوما. قال أبيت، يعني ما نقدرش نقول شي حاجة من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 تبقى 40، الله يعلم بها. فبعد 40 ينفخ الملك إسرافيل في الصور النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، فحينئذ يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كأنهم حسوا بين النفخة والنفخة كأنهم نعسوا، واحد حل ينعس واحد نعسة خفيفة واستيقظ. فيجيبهم أهل الإيمان، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالناس اللي ما كيعرفوش كيدوخوهم بهذه الآيات وهم يفسروها على غير حقيقتها، على غير معناها، وهو ليس بعالم من علوم الشريعة، وإنما تجده ربما عنده ما تيسر في الفيزياء والكيمياء، أو عنده ما تيسر في علوم التغذية والزراعة، أو أنه يسمونه بالمفكر والباحث، وكيبقى يشوش على الناس في أمور دينية. انت عالم في الفيزياء، اجتهد في الفيزياء ديالك، خلي عليك الشريعه. الا الايات اللي كتخدم الاسلام وعندها علاقه بالفيزياء، هنا مزيان تظهرنا الاسلام من جانب الفيزياء ديالك، لكن ما تطعنش في الاسلام. انت مسلم، ايد الاسلام بتجاربك، باختراعاتك، بدراساتك، ماشي تولي انت تطعن في الاسلام. كذلك شخص عنده علم في الزراعه والتغذيه بقى في الزراعه والتغذيه. الا الامور اللي كتوجد في القران والسنه عندها علاقه بالزراعه والتغذيه، حينئذ تكلم بما ينفع الإسلام والمسلمين، لا فيما يطعن في الإسلام. وزد، والقائمة طويلة عن هؤلاء الشرذمة الذين ظهروا في هذه الآونة يشككون الناس في أمور كثيرة من أمور الدين والعقيدة. مش هذا الأمر تاع عذاب القبر كاين ولا ما كاينش؟ أمور كثيرة تكلموا فيها، والمقام لا يتسع أن نتحدث عن كل هذه الأمور. إذن أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن نعلم وأن نستمع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ماذا قال عن عذاب القبر. القبر فيه النعيم وفيه العذاب، ماشي كلش الناس يعذبون وماشي كلش الناس ينعمون. فأهل النار يعذبون في قبورهم قبل دخول النار، وأهل الجنة ينعمون في قبورهم قبل دخول الجنة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. شكون هم؟ أهل القبور، أهل البرزخ. هذا ماشي شحال الآخرة، مازال الآخرة. هذا بين الدنيا والآخرة. كاين ثلاثة ديال أنواع الحياة. حياة الدنيا التي نعيشها، وبعدها حياة البرزخ، ثم بعدها حياة الآخرة. فحياة البرزخ بين حياة الدنيا
يعني صباحا ومساء. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شوف تكلم النار يعرضون عليها غدور وعشية. ويوم تقوم الساعة يعني كان شي حاجة قبل قيام الساعة اللي هو عذاب القبر. عذاب القبر وعذاب القبر أيها الإخوة حقيقة قرآنية ونبوية، وهو من أصول السنة عند أهل السنة والجماعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لذلك لابد للمسلم الذي يتبع القرآن والسنة أن يؤمن بعذاب القبر، أن يؤمن بنعيم القبر، والذي يكفر بعذاب القبر وبنعيم القبر فهذا عند أهل السنة والجماعة كافر، لأنه كذب بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. لذلك لا بد له أن يجدد إسلامه ويصحح إيمانه قبل فوات الأوان، قبل أن يلقى الله وهو مكذب بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة. عذاب القبر باتفاق علماء أهل السنة والجماعة، هذا سوينا ما كانش منا، كان خارج الدائرة نتاع أهل السنة والجماعة. ديك الساعة نخليوه ينعق، نعم صافي خارج الدائرة، لكن باش يقولنا أنا منكم ويبقى يخوضنا الماء، هذا هو اللي ما نقبلوش وما نحملوش، ونحن له بالمرصاد إن شاء الله عز وجل، لا في الخطب ولا في الدروس ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. وسنكون شهداء عليه غدا أمام الله، لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. فكيف إذا جاء مليار مسلم أو أزيد يشهدون غدا أمام الله أن هذا الشخص كان يكذب بعذاب القبر ونعيمه؟ ماذا يقول؟ ما هو جوابه؟ الأمر خطير أيها الإخوة، لابد أن نتنبه له. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل تفسر لكم؟ ورد في تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي، وبه قال عكرمة ومجاهد ومقاتل وغيرهم من المفسرين. الآية الثانية قال تعالى عن المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. شوف هنا ذكر قبل العذاب العظيم تاع الآخرة ذكر جوج ديال العذاب، سنعذبهم مرتين عاد عذاب الآخرة. فما هو العذاب الأول وما هو العذاب الثاني؟ قال المفسرون كما في تفسير الطبري عن الحسن وقتادة وغيرهما: العذاب الأول في الدنيا كما أهلك الله الأقوام التي كذبت رسلها. كذبت الرسل، ماذا فعل الله به؟ أهلكهم وعذبهم في الدنيا، منهم من أهلكهم بالريح، منهم من أهلكه بالريح، ومنهم من أهلكه بالطوفان، ومنهم من أهلكه بالغرق، ومنهم من أهلكه بالصاعقة، ومنهم من أهلكه بحجارة من السماء، وغير ذلك من أنواع العذاب.
هذا عذاب في الدنيا، والعذاب الثاني في القبر، في القبر عذاب البرزخ، والعذاب الثالث في الآخرة. سنعذبهم مرتين في الدنيا وفي البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني في الآخرة. هكذا القرآن يتحدث عن أنواع العذاب التي تنتظر الإنسان المكذب لله ولرسله. أما السنة النبوية فقد يوجد أحاديث بالعشرات أو بالمئات تتحدث عن عذاب القبر ونعيمه. وباش كيتمنوا الصهومة يقول حتى الأحاديث فيها ما فيها، أعقلت اللي فيه ما فيه، العقيدة ديالي اللي فيها ما فيها، المفهوم ديالي اللي فيه ما فيه. فالخلل ليس في الأدلة الشرعية، الخلل في عقولكم يا من ينكرون عذاب القبر ونعيمه، الخلل في عقيدتكم، الخلل في مفاهيمكم. لذلك الحذر، الحذر من هؤلاء ومما يحدثونه من سموم في الأمة. أذكر الحديث الأول، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر في تشهده. واش النبي صلى الله عليه وسلم غادي يتعوذ شي حاجة ما كايناش؟ هذا عبث. ويستعين في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم العبث. كان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال. كان يتعوذ. وفي الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم بعدما غربت الشمس، بعد غروب الشمس خرج جهه المقبره، جهة مقابر، فسمع صوتا ثم انتبه. سمع شي صوت وقد انتبه منين كيجي هذا الصوت، ثم قال يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على قبرين وبقى كيسمع، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. معشر المسلمين، ورد في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها. أسمع، أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عذاب القبر، ويجي واحد ويبقى يشكك الناس في الأمور أو في مسلمات الدين، مسلمات الدين يعني ما فيها نقاش. إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر كما أسمع. شنو راح نسمع عذاب القبر؟ أقسم بالله ما تقدر تنعس، أقسم بالله ما تقدر تضحك، وما تقدر تأكل ولا تشرب، وما تقدر تضحك، وتكره قاع الدنيا، ما تقدرش تعيش نهائيا،
مش تسمع عذاب القبر، لكن رحمة من الله بنا استرعينا هالأمور، مش الإنسان بعد يعيش الحياة دي. فالله رحمه رحم الإنسان ونضع الإنسان قيد فلسف ينكر عذاب القبر. راه ربي رحمك ما سمعكش، ما سمعكش، لو كان سمعك راه غادي تكون واقع آخر. ونقول له هادشي اللي كتكذب به راك ماشي ولا ما راكش ماشي، راك ماشي لا محالة. كيسول على واحد الطريق كيكذب داكشي اللي فيها، هو راه غادي معاه. قول له كذب او لا تكذب، غادي يجي يوم اللي غادي تكون فيك الحفره، وشوف الساعه واش كاين عذاب القبر ولا ما كاينش. ستدخلها يوما ما مجردا من ثيابك واموالك، وستلقى الله عز وجل على تلك العقيده. فذوقوا ما كنتم به تكذبون. اهل العذاب هكا كيجاوبهم الملائكه، ذوقوا ذوقوا اللي كنتم تكذبوا به، ذوقوا يلا. لدعوت الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر. قالوا ثم التفت الينا بوجهه ضرع الصحابه فقال له تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. هكذا يأمرهم النبي والصحابة رضي الله عنهم، يتعوذون بالله من هذه الأمور. إذا لا بد أن يكون المسلم على بينة. رد بالك، ما يجيش واحد يتفلسف عليك ويزرع في عقلك الشبهات في الأمور اللي هي محسومة من مسلمات الدين بالقرآن وبالسنة وبإجماع علماء أهل السنة والجماعة. بل هذا عذاب القبر الشيخ الجتاني رحمه الله عنده واحد الكتاب اسمه نظم المتناظر من الحديث المتواتر، وذكر عذاب القبر. عرف عليك شحال من رواه من صحابي؟ 32 صحابي. وش هاد 32 صحابي؟ كلهم كيرويو العبثيه، كيرويو الخوارخاوي، كيرويو الاكاذيب، كيرويو الشبهات. حاشا، والله سبحانه وتعالى رضي عنه ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين. من هؤلاء؟ انهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كاع كامل القران والسنه و 32 صحابي اجماع اهل السنه والجماعه، كلهم كل شيء نضربهم على الحيط وناخذوا واحد القول يحكم واحد الانسان تالف صريو وفي العقيده ديالو وفي المفاهيم ديالو ونتبعوه. هذا ما خص نسمعوا له لا مباشره ولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما خص نشجعوه وما خص نشروا له هذيك العفن ذاك السم ديالو، ما نشروش وما نوجهوش الناس ليه. اسمع فلان راه كيتكلم، اسمع فلان راه كيقول، ما لا ما تشجعوش على هذا المنكر اللي يتكلم بالحق وكينفع المسلمين وكينصر الاسلام للمسلمين
من يجي من ضد الإسلام، ضد القرآن، ضد السنة، ضد العقيدة، وكيف عنا فعل بالإسلام، هذا خصم الأمة كلها. تقول له، تقول له بما صار، تقف ضده وتحذر منه وتحذر منه. قال تعالى: فلا تقعدوا معهم، قال زوجه، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. في حديث غيره يعني ما تسمعه، ما تجلس معه، ما ولا ماشي بعدك عن الدين، ويزرع فيك الشبهات، ويزرع فيك البدع، ويزرع فيك الشرك والضلال والكفر والإلحاد والشبهات والشهوات. نسأل الله السلامة والعافية.